بنلتقي بالسيد عنان الجلالي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية للفنادق. أهلا بحضرتك وكل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيبين. حضرتك إحنا النهاردة كل سنة وأنت طيب نهاية عام 92، يعني بيننا وبين العام الجديد ساعات. كنا عايزين نعرف استعدادات الفندق لاستقبال الضيوف ومن كافة النواحي سواء الترفيهية أو الأمنية. حضرتك احتفال السنة دي بالنسبة عيد رأس السنة يختلف عن احتفالات السنوات الماضية، لأن مصر بالذات مرت ببعض الظروف السابقة كظروف الزلزال، كظروف محاولات من بعض الأشخاص لضرب السياحة في مصر. فالسنة دي احنا بنحاول نعبر للدول وللسياح وللأجانب ان احنا ما زلنا في امان، وان احنا ما زلنا بنحتفل معهم ونشاركهم في هذا الاحتفال. فالسنة دي في اختلاف، ان احنا بنحاول ان احنا نثبت ان احنا دولة امان، وبنحاول ان احنا فعلا نثبت كمان ان مع الكوارث اللي حصلت لنا فاحنا النهاردة شعب مرح، شعب بيحب ان هو يعبر عن انه برضو بينسى الكوارث او المواقف اللي حصلت عندنا. تعليق حضرتك لأن بعض المواطنين بتعتقد أن الاحتفال برأس السنة في بعض الفنادق الكبرى يعني بيتطلب أو في مغالاة بالنسبة للأسعار اللي هم بيطلبوها في هذه الليلة، وإن كنا إحنا بنعتقد أن ده زيادة للسياحة أو زيادة دخل لمصر، فحضرتك هتوضح لنا هذا الأمر؟ أنا أحب أقول أن عملية الفنادق أو المغالاة في الأسعار، انا اتمنى ان حاجه زي كده ما تزعلش حد، ولا تزعل الفقير ولا تزعل الغني ولا تزعل الحكومه. اولا لازم ننظر نظره واقعيه، ان الانسان اللي عنده فلوس وربنا اعطاه انه يقدر يصرف، فهذا الصرف لما بيدخل للفندق الفندق بيدفع ضرائب عن هذا الصرف. الفندق اللي عامل التذاكر غاليه بيشتري مواد خامة، مواد غذائية، عشان خاطر بيشتريها منين؟ بيشتريها من تاجر لحوم، من تاجر دواجن، من تاجر خضروات. الإنسان اللي بيجي يصرف أو بيجي يسهر في هذه الليلة بيطلع أحيانا بتاكسي، فحضرتك في ناس كتير جدا بيعود عليهم هذا الدخل من جايز غير مباشر. الفندق هو اللي بيحصل التذكرة، ثمن التذكرة، لكن الضرائب بتاخذ جزء من هذه التذكرة، فالدولة بتتمكن ان هي تعود بعائد غير مباشر في خدماتها للمواطن الفقير. الانسان في الشارع، الراجل سواء التاكسي اللي عنده عيلة من 5 أو 6 أشخاص ومن جايز كمان بيعول عائلة والدته ووالده، هذا الرجل كمان بيجيله دخل زيادة. فحضرتك المسألة مش مسألة مش يجب ان احنا ننظر لها على انها مسألة تذكرة غالية مكلفة 300 جنيه او 500 جنيه، لا، احنا بالعكس يجب ان نشجع الناس على انها تصرف في مصر، لان هؤلاء الناس اللي عندهم مقدرة على الصرف لو ما خليناهمش يصرفوا في مصر فهيصرفوا خارج مصر، ودي تبقى لها خطورة على الرجل الفقير. نسبة الاشغال في الفنادق كنا عايزين نعرف من حضرتك وصلت لقد ايه، وان كنا بعد مؤتمر الاستا كنا بنتوقع الاشغال بنسبه 100%، ولكن الاحداث اللي حصلت دي قللت او تسببت في الغاء بعض الرحلات السياحيه. ولكن بعد زياره سياده الرئيس محمد حسني مبارك لاسوان متهيألي دي اثرت تاثير واضح وملموس، وحضرتك هتعلق لنا على نسبه الاشغال حاليا. نسبه الاشغال حضرتك عندنا وصلت ل حاجة و90% في التسعينيات بالنسبة لهذه الفترة. وطبعا زيارة الرئيس حسني مبارك للأقصر كانت فعلا خطوة
أولا لم أراها، أنا إنسان عايش بره، ولم أراها من أي رئيس دولة حريص على دخل الدولة القومي لهذه الدرجة. لم أراها من رئيس دولة أجنبية، لم أراها من رئيس دولة أوروبية أو أي دولة أخرى إن هو بيحاول يثبت للعالم أن إنه بيحاول يثبت للعالم إن البلد فيها أمان، وإنه كرئيس دولة بيعطي وقته للدخل لتنمية الدخل القومي في هذه البلد. عن السياح اللي هيحتفلوا بليلة رأس السنة هذه الليلة، حضرتك تطمنهم تقول لهم إيه؟ أنا أحب أطمنهم وأقول لهم إن مصر وشعب مصر دايما بيحافظ على أهله وعلى ضيوفه، سواء كانوا مصريين أو سواء كانوا موظفين، سواء كانوا عمال، سواء كانوا مديرين، سواء كانوا أولادنا، سواء كانوا ضيوفنا. أحب أقول كلمة إن ربنا قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يعني صدق الله العظيم إن ربنا قال عن من دخل مصر فهو آمن. لهذه الدرجة إن الثقة يجب أن تكون في شعب مصر، وإن لهذه الدرجة إن احنا نتمثل في كلام الله في القرآن الكريم، إن ربنا آمن الناس إنها تدخل مصر في هذه البلد. فسواء كان أهلنا أو ضيوفنا أو السياح أو أجانب، من ده فإحنا بنحاول نأمنه قبل ما بنأمن نفسنا وقبل ما بنأمن أهلي. مشاهدينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم آخر ريبورتاج في عام 1992، ونلقاكم غدا إن شاء الله مع أول ريبورتاج في العام